بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو،
أفلا تعقلون قد نعلم إن بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ولا تتبعوا خطوات
الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما فاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. Bapak Ibu Majelis Hakim serta hadirin pencinta Al-Quran, para pengunjung dan pemirsa live streaming di channel Diskominfo Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penampilan finalis Hafizoh nomor peserta MHQ 1007. Hafizoh nomor peserta MHQ 1007 merupakan utusan dari Kabupaten Mempawah.